هاتي قلم وورقه يا ست الكل واكتبي معايا الكلمه الشهيره الشيف شربيني. حط بقى حط بقى. من امبارح كل حاجه بتتكسر. يا ساتر يا ساتر. مش انت لوحدك يا ساتر يا رب. هنجيب 1000 وربع صح؟ ايه 1000 وربع؟ كيلو ونص الا شويه، 1400 جرام دقيق وكيلو زبده. كيلو زبده، 400 جرام سكر بودره، 4 بيضات فانيليا ورشه ملح، معلقه بيكنج باودر، معلقه نشا، وربع كوب لبن. يبقى كيلو ونص دقيق وكيلو زبده وربع جرام سكر بودره، 400 جرام سكر بودره، واربع بيضات وفانيليا ورشه ملح ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه نشا وربع كوب لبن. اهو تاني، كيلو ونص دقيق، كيلو زبده، 400 جرام سكر بودره، 4 بيضات، فانيليا، رشه الملح، معلقه البيكنج باودر، معلقه النشا وربع كوب لبن. كل السوائل دي يا ست الكل كل ده هيتحط ايه ويتضرب؟ هنحط الاول السوائل دي كده. تمام، ناقص لك الدقيق. شيف شربيني. نعم يا فندم. هي الجلاشه دي بتاعت مين؟ الملاح المسطر. هو انت بتطبخ عندي وما بتورينيش الاكل؟ لا اله الا الله. انت جايب الجلاشه دي بتاعت مين؟ رايحين هناكل عند ناس في السوق في الارض، هنقعد هناكل. وانا فين انا؟ دي مش هتقعدي في الارض معانا؟ هنقعد على الحصيره. اه هتبقي تقعدي في الحصيره؟ انت بتطبخ عندي من غير ما تقول لي حتى خدي حته؟ ده انا قلت هاخدها سخنه. خلاص كلها كلها كلها. طلع لنا كل كل حاجه. هو مطبخي لازم اعرف ايه اللي بيدور فيه. حول الله، احنا عملنا حاجه غلط. لا ما خلاش، ارتكبنا معصيه. لا بتطبخ من غير ما تقول لي. وبعدين افرض انا نفسي اكل جلاش، افرض ده مش جلاش، ده رقاق. ايه مقنعه؟ ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ جلاش ولا قلاش؟ قلاش جلاش، جلاش مش قلاش. لا جلاش طبعا، جلاش. قلاش ده هو بيقلش عليك. تمام. طيب قلت لكم كيلو ونص دقيق، 400 جرام سكر، صح كده عشان ما نلخبطكوش. وابتدى هو ايه يحملها لنا في صواني. يا معلم يا معلم، انت يا معلم واخد هديه بقى. لا 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 لا، ده انت ده انت العيديه نطقتك كمان. امال ايه؟ مقاديرها مقادير البسكوت اللي بالنشادر اهو، مره ثانيه لكل اصدقائنا. لا لا لا، هتعمل ايه بقى بال 150 جنيه اللي انا اديتهم لك؟ واو. اوكي انا عارفه انا عارفه، انا فرحني. هأجر عجل. ها مش سنك. ها هأجر مش سنك. هجيب الكمامات وكلابزات ده اخرك. لا قول لي مثلا ايه بقى هتشتري بيها حاجه مميزه؟ يعني هو بصي، انا هجيب لبس العيد اول حاجه. هتجيب ب 150 لبس العيد؟ ايه كتير؟ وهتروح بيه فين؟ احنا عندنا احنا اصلا عندنا حظر. هقعد في البيت بيه. ايوه مزاجي كده. ايوه لكل الاصدقاء. هجيب لبس العيد واقعد بيه في البيت. كل اصدقائنا اللي بيشتروا لاولادهم لبس العيد، كل سنه وانتم طيبين طبعا، وانا مش عمري في حياتي ما هتضايق انكم بتنزلوا تشتروا لاولادكم لبس العيد، والعيد فرحه زي ما قلت لكم، دي نقره ودي نقره، ولكن مش معنى ان انا بشتري لبس العيد ان انا هنزل اخرج. ولا ان احنا اول يوم هنروح نعيد على بعض. طيب هنصلي العيد في البيت. العيد هنعيد كلنا مع بعض. برضه هنعيد في البيت. ارجوكوا الاسبوع ده اللي احنا واخدينه كل القطاعات واخده اجازه، مصر كلها واخده اجازه، مش عشان خاطر هو اجازه، هو علشان خاطر احنا نحاول نقعد في البيت، نعمل حد من الانتشار، لان في ناس كتيره زهقوا، في ناس كتيره مش ملتزمين، في ناس كتيره سايبينها كده يلا زي ما تيجي تيجي. كل الكلام ده يعني محسوس. فاحنا الاسبوع ده خلينا قاعدين في البيت 7 ايام بعد 7 ايام علشان نحاول نفتحها بقى وتتفتح علينا، والناس تنزل شغلها، والناس اللي شغلهم باليوميه يلحقوا ينزلوا ويسترزقوا، عشان الناس ابتدت تفيص. لا لا بسكوت معلم.
لا والله العظيم معمول حلو والله. بصي لا ورفيع وستايل وشيك. بصي هاتيه اهو. ما انا عارفه ان احنا عايزين والله العظيم ده انا اللي عامله، مش يعني مش جايبينه مثلا عيره. لا انا عارفه ان انت ولا ديكور. احنا عمرنا ما بنجيب حاجه عيره ولا ديكور. بصوا حلوه ازاي. الله الله، عارفين ريحته زي ايام زمان. والله العظيم ايه موضوع ايام زمان اللي ماشيه فيه ده. الله الكنافه بتاع طارق تطلع ولا ايه؟ اخر واحده اهي عشان ايه نعمل عصير. يلا نعمل عصير وانا كمان ندخل الفرن. اوزع انا كمان. خلاص صورت يا منسي عشان نلحق قبل ما نمشي. 180 درجه مئويه.